أنا شفت حاله، شفت طفل يعني كان متواجد هنا وكنت أشوفه باستمرار. اسمه حمودي، عمره يمكن 16 سنة تقريبا. فمرة سألته قلت له حمودي شو أنت هنا شو تسوي؟ قال أنا أدافع عن العراق، أنا أحب العراق. حمودي تعرف تقرأ وتكتب؟ قال لي لا. ورا يوم ما شفته سألت عليها قال استشهد. سألت على عمودي قال استشهد عمودي. 16 سنة وطلع يطالب حقوقه. هاي الطوايط تطول، هاي عفنة رصاصات ما عاد قدر يحتويه.